صباح الخير من سنتر بي هاتش في البوسنة. مرينا شركة بي اتش للاتصالات، أخذت شريحة انترنت 15 جيجا ب 40 مارك حول 80 ريال سعودي. متواجدين في بلدة بي هاتش شمال غرب البوسنة، مسار الجنوب الطريق الأصفر على الحدود مع كرواتيا، في عدة معالم جميلة أهمها شلالين وقلعتين. اليوم إني إن شاء الله حنسلك هذا المسار 50 كيلو جنوبا لزيارة شلالات مارتن برود، وفي العودة إن شاء الله حنزور شلالات شترابيتشكي، وإذا في وقت حنزور القلاع اللي على الطريق. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شلالات مارتن برود في البوسنة، هذا غسيل طبيعي. الله الله. Without detergent soap or any chemical, only pressure of the water. يعني فقط يستخدمون ضغط الماء فقط في الغسيل. هنا بالحديدة دي يتحكم في درجة جريان الماء. يقول إنها هذه الطريقة قديمة جدا، لكن الناس يحكوا أجداده إنها من 200 سنة. يقول هذه كلها من الخشب وتتغير كل 15-20 سنة. يا سبحان الله، يغسلون بضغط الماء، فكرة جميلة. إذا انتهوا خلاص يرفع يخفف ضغط الماء. ويطلع البطانية ولا الملابس. وينشرونها هنا على المنشر. غسيل طبيعي. شوف النهر هذا في مزرعته، شلال ونهر، أنعام من رب العالمين. Thank you very much. يقول لي نشرب من هذه الموية، ماء عذب طبيعي نازل من الجبل. نجرب. هذه شلالات مارتن برود تفرقون من عندها مشي 200 متر مع هذا الطريق، موجودة القرية اللي فيها البيوت اللي يغسلون ملابسهم وأغراضهم بضغط الماء. نصيحة في الطرق الريفية، إذا تواجهت السيارات لابد واحدة منهم تقف، وغالبا السيارة الصغيرة. الآن لازم نقف عشان هو يعدي. وهذا الكلام ينطبق على الشمال التركي في أوزنغول وآيدر وطرابزون والمناطق هذه. مع الأسف الشديد قبل شوي شفت واحد سائح خليجي معطي ابنه يسوق السيارة في هذا الطريق اللي تشوفونه، ماشي بسرعة كبيرة جدا، أي خطأ السيارة كانت ستسقط في النهر. حذروا غيره. أيضا في البوسنة نفس نظام أوروبا، لابد ليل ونهار أنوار السيارة تكون مضاءة، والسبب تقلبات الجو. الجو يكون مشمس بعدين غائم بعدين ضباب. ما ترونه الآن من أجمل ما رأت عيني في الطبيعة، ماذا عسانا أن نقول؟ سبحان الخالق المبدع، سبحانك كيف هي جنتك. نحن الآن في قارة أوروبا، وقفنا نصلي في هذا المسجد. اللهم ارحم واغفر واجزل العطاء لمن أوصل الإسلام لهذه البقاع. في طريق عودتنا إلى بي هاتش بنمر مطعم موقع مميز شفناه وحنا جايين. شوف الطبيعة قريبة من الشمال التركي.
طبق زي ذا وفي هذه الطبيعة، كم تتوقعون السعر؟ 40 مارك، حوالي 80 ريال. في هذه الطبيعة شرفني سلطان الحربي، عبد الرزاق البلاد من المدينة، محمد الحربي من المدينة. حي الله ابناء طيبة الطيبة. كيف وجدت البوسنة يا شباب؟ كطبيعة ما شاء الله تبارك الله لا يعلى عليه، أما كخدمات صراحة لا تعلي، تركيا أفضل. أفضل في الخدمات. أفضل في الخدمات. بالنسبة لنا دخلنا البوسنة بالشنغن الأوروبي، جايين عن طريق أوروبا. احنا بالنسبة لنا أخذنا التأشيرة من السفارة في الرياض، من سفارة البوسنة. من سفارة البوسنة في الرياض. في الرياض. رحتوا الرياض؟ بدون مقابل، بدون أي شيء، أرسلنا إلى مندوب والمندوب قبضنا لنا. طيب في الدخول كان سهل؟ جدا سهل، بدون أي عوائل. ممتاز. أبو حميد كيف وجدت بيهاتش؟ جميلة جدا. والله هذه الكلمة طالعة من صدرك، واضح أنك يعني مستمتع بالطبيعة. جدا. الله عليك يا بيهاتش. في هذا المكان الجميل مطعمين صن اللي تغدينا فيه، بجواره مطعم ميلين، راح اضع لكم احداثية المواقف ان شاء الله. ندور مدخل على هذه القلعة اللي في اعلى الجبل، اتوقع اطلالتها جميلة والطبيعة قوية في بيهاتش. ما شاء الله الطبيعة قوية في بيهاتش في شمال غرب البوسنة. سلاح الطوبخانة المدفع العثماني مع العلم البوسني يشرفون من هذه القلعة على أراضي البوسنة. سبحان الله، وكأن لسان حال المدفع يحكي لنا قصة فتح هذه البلاد ودخول الإسلام إليها، وما أن ضعفت قوة المسلمين حتى ارتكب الغرب والصرب أبشع المجازر بمسلمي البوسنة. مآسي حدثت على هذه الأراضي. إذا في وقت في قادم الأيام سنتطرق لهذه القصص إن شاء الله.